السلام عليكم. انا اسمي رحيمو، عندي 47 عام، عندي 3 بنيتات وراجلي منيش عرفني مريضة سمح فيا، وانا هنا مع ماما مامتي وانا عايشة في الحالة، يعني الحالة ضعيفة بزاف عايشاها، وانا اصلا خصني بزاف الحاجات، خصني فراش، خصني يعني عاملة العمليات ديالي، عاملة سبعة العمليات ديالي، سبعة العمليات ديالي عملتهم جوال لزوج الوالدة، عملتها المرة الثانية للنبولة، عملتها المرة الثالثة على النصران، عملتها المرة الرابعة على كرواز ولدتها، عملتها المرة الخامسة على بزولة، بزولة عملت زوج العمليات، عملية لونانية حياة صدري. عملية ثانية كانوا تعطلوا لي بالاشياء هنايا بزاف، تكونوا لي ولست اخرين مس عملية اخرى نفس عملت عملية سبعة العمل ستة العمليات وسبعة عملتها تحت يدي، تكون لي واحد كيس فيه ميكروب، كانوا شي كيحيدوا لي الماء من تما وتكون لي كيس معمر بالميكروب. دابا الله يرحم والديكم، الله يجازيكم بخير، انا ما كنعرفكمش تعاونوني، ما كنعرفكمش تقفوا معايا، انا اصلا نقصد بزاف الحاجه، انا اللي دمش ديالنا دار ماما، ولكن ماما كريمه مسكينه، وانا ما قدرش نكري، ما قدرش يعني ما عنديش فلوس نهائيا باش نكري، ما عنديش امكانيات باش نكري، يعني ضعيفه بزاف، عندي واحد الحاله يعني نيرت لها صراحه الله، عاد فوق هادشي هذا كنا متصرويله حاشاكم بركي هاودو لي صافي، كنا متصرويله لي كوشه كنعملها انا، والطواليت ديالنا يعني الطواليت يعني انتما تشوفوها، يعني الطبيب منعني نهائيا نغسل هنايا في الحمام، قال لي ضروري خصك تعمل دوشا، ضروري خص يكون عندكم شي حمام صغير في الدار تغسل فيه، يعني فرش انا كنعس في الارض، يعني انا كنعس في الارض، يعني عيت من نعس في الارض، يدي كيبدا يحرقني الحسامر، ملي كنجي نتقلب في الارض ما كنقدرش، يدي كيحرقني بزاف بزاف بزاف، وانا كنطلب منكم ماما مسكينه خدامه وبعد عندها وكتمشي مسكينه على رجلها، حتى هي مريضه عيانه شويش، مرة كتمشي مرة ما كتمشيش، حتى هي عيانه شويش، عيانه حتى هي مسكينه، حتى هي خصها تدوز الطبيب، حتى هي ما عندهاش مرة خدامه مرة جالسه، وانا والله يرحم والديكم بغيتكم تعاونوني، بغيتكم توقفوا معايا، عندنا بروده بزاف بزاف بزاف، عندنا بروده، عندنا برودة، عندنا ريحة يعني الطواليت، ريحة البرودة، ريحة البول، أي حاجة اللي كنعملو فيها يعني الدار ديالنا يعني مكرصة بزاف بزاف بزاف، وأنا مقدرش نعيش هاد العيشة، يعني أنا مرة كنعس في الدار، مرة كنعس كنت كنعس في الجامع، مرة كنعس في مرة عند الناس، مرة كنعس من الريحة اللي عندنا في الدار بزاف، وأنا مكرهتكمش تعاونوني وتساعدوني، تنقدوني أنا وتنقدوني وليداتي، عندي ثلاثة بنيتات، عندي ياسمينة عندها 10 سنين، أمينة عندها 8 سنين، وملك عندها 5 سنين، أنا مكرهتكمش تعاونوني، أنا مكرصة، أنا معذبة في حياتي، يعني أنا خصني الدواء، خصني الاشياء، خصني الدواء، خصني السكانر، كنجبر من نعملو الدواء باش كنجبر باش نعملو، خصني بزاف الحاجات ما كنصيبش نعملهم نهائيا، يعني انا يعني معذبه بزاف. دابا ماما مولات 50 عام هي هنايا، ومولات الدار دابا كتخرجنا حاليا، كتخرجنا كتقولنا خرجوا بحالكم، خصها تكري الدار ديالها، خصها الدار ديالها خصها تكري، وحنا ما عندناش باش نكري، ما عندناش ماما نهائيا باش تكري، ما عندنا فلوس، ما عندنا حتى شي حاجه، انا ربي اللي فوق مننا، وانتم الله يرحم والديكم يعني تعاونونا، الله يوقف معاكم، الله يرحم والديكم بزاف، الله يجازيكم بالعافيه، يعني انا صراحه الله يعني عايشه يعني الحمد لله وصافي، اللهم لك الحمد، يعني حتى شي حاجه ما ديالي هنايا، كلشي ماما كلشي يعني الزربيه هي هنايا، ما قادرنا يعني كلشي موسخ، وشي حاله ما هي حاله، ما كرهتش تعاونوني حتى بالفراش، لاي حاجه اللي قدرت عليها عاونوني بها، الله يجازيكم بك، الله يرحم والديكم. ها هي امينه، هذه امينه عندها 8 سنين، حتى هي عندي مريضه شويه، عندي لحسها كتعمل
كيكا يعني كتلاق صافي ساين عندي طبيب ديالها وهذا مسائل ديالها، خصني ندوز للطبيب، خصني نعمل لها بزاف الحاجات. هي مسكينه مريضه عندي بزاف بزاف. عندي ياسمينة، ياسمينة تاهي عندها 10 سنين، تاهي مريضة، تاهي مسكينة عندها ميكرو في البولة، كندوز لها فلويد كلاوي. غادي عندي بنيتة ملك، هي 5 سنين عندها، هي في نيات ما كتشوفو. مادا عندي 3 بنيتات، يعني الله يجازيكم، الله يرحم والديكم، وقفوا معايا. يعني أنا مكرفسة، أنا وليداتي مكرفسة بزاف بزاف، أنا ولادي. أنا يا ماما هاد الحيمو، حيمو ميتة ساكن معايا، ولكن حنا قدامين هنايا بزاف. هادي نقول لك 45 عام وحنا هنايا، ومن بعد الدار تباعات، ودابا اللي شرات الدار كتقولنا خرجوا، ودعاتنا، ومن بعد حكمة الصالح ديالنا عاوتاني دعاتنا، ومن بعد عاوتاني حكمة الصالح ديالنا، ودابا كتقولنا خرجوا، خرجوا من الدار ديالي. أنا بغيت الدار ديالي، خصكم تخرجوا من الدار ديالي. ودابا في هاد الساعة حنا ما عندنا فين نمشيو، حتى هي مريضة، أنا خدامة وحتى ما قليل بزاف، ما عنديش كيفاش نخلصك باش تمشي متأخر، متأخر غالي بزاف، ما عنديش كيفاش نمشي متأخر. دابا كوميونيتي دو فرانس، دونك لا جو سوي شي حيمو، فوالا لا بورت دونتري. ici c'est la pièce où il y a le frigo et puis un petit espace pour cuisiner. Sur la gauche, nous avons le petit salon où vous avez pu rencontrer Himo. En face, la première chambre, du moins la seule chambre. Et puis sur la droite, une pièce qui fait office de cuisine et de WC. Sur le mur, il y a de la moisissure, beaucoup d'humidité ici. Donc là, nous allons dans la chambre. Sur la gauche de ce galerie. Et puis sur la droite, nous avons un grand meuble qui a été mis ici, ainsi que plusieurs choses et objets par-dessus pour cacher la moisissure et l'humidité, pour permettre d'isoler un tout petit peu. Mais malgré cela, ça ne suffit pas. Donc voilà. Hier, une sœur est venue, elle a pu aider un peu Himo, elle lui a donné 20 euros et lui a acheté de la nourriture, qu'elle a la récompense grandement.